بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أخبار ودقدق أيات جست مد أخرى سواء حماس إي إسرائيل وظهرلي ودحيي وأخبارات أي كسب بحيان وحين أمه خطا طبعا إسرائيل خار إن أوقراتي خارنا ولا يكون دقنتهاي محيهين. نعم دتك نحن حاضنا يانا محي أرنتي لإسكو هاي أي كبدلين أما يكون صوترين ودقدق أخبار تسألني وذا يدونا بإذن الله تعالى أرنتي كل الله يابك لو دقدق تواحد هاي سفارات مريكان كأي نيروبي كتالة أو دقنين ديريسة وقوها دوا دقنين وحي لها هاي برايا كرد عيسى تلاذة دي أربعة دي إيو وحي لميتك حمر صوماليا ولي بطور قوبوض أي برايا كرد عيسى وحي نقود دي قيسى مريكان كددك أشاقية قارهان سفارات دي إيو وحي لميتك إنينا نهبيرات الدخاقين ميلا ودخاقين ميلا إي جوغان قوبة هاسي إي كسونا دان وحي إينا شي قيسى قوبها لغياب إن ويرارك إيو لباتر إي كرد عدنا إنو كمي دي هاي لبورك أذن عدي إلهي سبحانه كرجينا تبارك وتعالى أنت إنينا نرموين لكن أنت الحقيقة نزلت هيدونا بإذن الله تعالى كل وحيالا إن بدل سؤال الله بتاجله وأرمه كل سابسا وحنسكوه المرينا وهرين وهي الأخبار العاجلة بخصوص الصفقة وبخصوص المفاوضات في القاهرة، حيث يشير أو تشير مصادر للجزيرة إلى أن الوسطاء عرضوا مقترحا جديدا في جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة لوقف إطلاق النار على 3 مراحل. وتقول هذه المصادر للجزيرة إن المقترح تضمن عودة النازحين المدنيين غير أوكي إسرائيل أرنتن هرتي وحي دهي سي مسو قد بكرة وقويق غزة ما إيمان كرة قف خان قارة معناه وحا إيمان كرة دمر كا وييل كا يعرورتو كليا قف ألا قف كي قري خاذي كرة ما إيمان كرة ولي بشروط ده وحا كجري نمبرقو أن إن إيمادان أما هدرتن وحا ماشن كم وخطة إن أديق اللو جيدين أي أما يأغراته إسكرده عد العدي قول الله باني سوي خوي غزة إن آدو أي فسحانتهاي أرين تاوا هرمر وين الحين إلى شمال قطاع غزة دون تحديد أعدادهم. وتشير مصادر للجزيرة أيضا أن المقترح تضمن قبول إسرائيل فتح شارع الرشيد وصلاح الدين وتمركز قواتها على أقول أرنت أنا ودي دنيت محي ودي دنيت قار أهان لو ضم وضوء مرنك غزة هو نلاشة محي لو ماشى قرقارك وكبحه ماشى قرقارك وكسوقله وماشى كلية استعمال فلسطينيين تا المهم دباب ده لا يالي وإحنا ده يصير كم بحينه أو الدفاع في عنا أجدنا ماشى هسي لكن هدرتن وحي أقراطي واسيد هذا الهرداء أو يهيه إن شم بخلو متر أدي نص كيلومتر إن أي حوا كفو قاتو أها بادي 500 متر منهما يتضمن إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة بما في ذلك الشمال إذن 500 شاحنة مساعدات بموجب هذا المقترح تدخل يوميا إلى قطاع غزة أرنت أنا وافر حد كله إلهي فلقيس إلهي نوح كبر يا تبارك وتعالى كرنا جينا إن أرنت هرون إنه خطو شم بخل oo gabaarida gargaarka inay galaan ogow horti dagaaladan iyo waxaan intaynaan dhicin 500 ay ugu yaraan gali jirtay Gaza oo maalin walba hal mar hadalka intayna noo dhimaan u soo laabanayna bal maanta arintaasii waxba ka bilowday in adiga niyad wanaag inay muujiso amal Israa'il yani oo Mareykanka iyo Masar Israa'il isku raacay sida la sheegayo waad arkaysaa gabaaridii xamuulka ahaa ee Rafah ka soo baxay ayaa Gaza aadaya toos بزي سوق لهم معنا دتك أو جدًا أنا سجى بينا كان إلهي فلديس الحمد لله بسم الله وحين هذا نفته المهم قرقار كي أو مانتا قال مانتا هاي طبعا سنين سديدة مارسو الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى كسي لبيو هنا بديو بإذن الله تعالى وحسيدا سوكر نحن حاذياش اي سو جيديين إن السغال بخل فلسطينيين تم حبيستا إن إسرائيل اي سيد ديسو لكن وحا دبعا لغيابا إن اي كو استاكتو بخل كميدا وإن اي نخضان سغال كا بخل بخل كميدا يعني ويلي مرحلة دوكو بدا لغاها دايا دادك كو حكوما دنبيادا اري واوين سيدا إسرائيل اتخانو أما ما أهمية دادك كو حكوما نلشا إن اي ولي قد حلنا دان بالخارة كو جرا صدن سنحيران مركب بخل كا أخف والغيا ولي ان اسرائيل طبعا اي كب يديده لكن ارنت اهيت ان وقوي غزه اللي ماده ايضا لحددين دقه وارن اسرائيل تقريبا او قشهي سلاس وكل شنت بخول غوارده غرغاركه ارنت انا وي اوغلاتي الهي فدليسا وحنو يمان ان نتنياهو محو دونايا عندما دي غزه كجري اي اسرائيل انت اها وحا طبعا شلتو لا شيغي ان اي كودا بخين دمانتودا غار اهم كونفورتا هل جوتكريا لو ريبي أخبارات كسي أصوب بحايان وفيديو غيران وانكو شاقنايا إنا إسرائيل إسود ديارينيسو سابتا إغاسو سارتنا إتحاي
رفع عينك ودو kusoo dhawo tafsiir quraan online qaab online ah waxaan kugu bareynaa meel walba aad joogto qof yar iyo qof weynba waqti kooban kugu bareynaa quraanka iyo tajwiidkiisa qawaacida akhriska carabiga iyo qoraalkiisaba iyo tarbiyada islaamiga sida ducooyinka iyo asaasiyadka fiqiga waxaan kugu haynaa macallimiin khibrad u leh barida culuumtaasi carabkoogana saxan yahay luqadda ingiriiska ay aqaanna dad u baahan tahay igala soo xiriirna barashada daartii quruux la indhaha deeqdo qalbiga ka dagtay guriyaha dabaqyada dushaad ka arkin ee boloos u dego si yara daawo bal dacalkaan iyo ilaa dacal kale guriyaha dadan iyo intii dabaqaba daraan dar indhaha mardaymoodo naqshada dahabka waxaa dajisay dhistay oo ku diyaarisay shirkadda guriyaha ee Minara Homes Minara Homes waxay Nairobi idin ka diyaarisay qaybaha kala duwan ee guriyaha kuwa ugu wanaagsan waxaana ay hadda mashaariic ka wadaa xaafadaha kala ah Westland Backland Kileleshwa Sikomo iyo South Sea 200 iyo fadhi صدح قول يا فدي أفر قول يا فدي إيا شان قول يا فدي سيدو كلانا شركة دوحي هايسا قرية دبقية أو قاقابان أو دوبلكس أما فيلوينة كلا حرير تلفون لك هاقا موغضا شاشة دبراها بلشدا وحو هادا ليه نتنياهو سي عاد أولي يحي وفيرسو وحانا قاقو أن إن رفع أنويرانو وقتي ونو خرشي سيني هاي أنويران لهان محايلو ليه هاي رفع لأن تيدا قول ما أنا نقارين هاد ديرتن غزة انتي اي قلي كلام وي قلين او فيرسو وح الله وحي قوسا مين قلين قوسا مين بل فيديو اي اجلا حنون بضا هل مر فيديو قاسي اين لو ذاقو واكنا الله مستعان صفكي كجي سنة كجي سو كل قعماد اركي دونتان وادت وحن هدا اركي سان نسي وابا ها وام سوال افرمي اوكي واكنا عفون بلو فيرسو قعنتا فيل لا حول ولا قوة إلا بالله. إسبيتال كيشفة وحالجه حلا يا دت عاديا أنت قعمه لا حير حري وسلا قعمه حيران لا بقى عنه إسكو حيران جوأنا معناه لا بقى عن كليه إسكو حيران ويجوأيه ولا جري وحالجه حري خار كلي جر معناه ما رح كلي يسوع كإسكية لا وأكمل وخطه سحون إن لو جو رعي على بدن أكمل وخطه وحالجه حري لجو جوني جوني halkaas saddex lugo shan lugo halkaas waa kana videogan ayaa dabcan arinta lagu soo bandhigaya qoraalkan waa kaasa waa isbitaalka shifa ugu marka muhiim Israa'il intay soo gashay eriyadan ayaa wax alla waxay doonto ku sameysay hadirtan ka bixitaankeeda marka waxa ay leeyahay maadaama maxabiisti ay dhinac walba ay kala adahay waxa ay u badanaysaa ay leedahay bal rafxi ku jira laakiin arin waxa jirta video kan ka hor aan aga hadalnay nin qaraa oo saxafiya Israa'iliya oo yiri xamaas waa isugu tagay oo mareykan oo reer galbeed oo israa'iil hub walba loo isticmaalay ciidankii ugu badnaa israa'iil ebed ay isticmaasho ayaa gaza la geliyey technology ugu dambeeyay ilaa waxa la soo warinaya dabcan technology-da la isticmaalay gaza loo isticmaalay qaar kamid ahee waaba kuwii ugu horeeyay oo markii ugu horeeyay la isticmaalo yani bacda ah waa lagu barooyinayaa oo sidee ah tusaale ahaan drones-ka qaarkooda cid wada cid hagaysa ma laha waa AI معناها وعقلي جماعة ملكها أي قصة عضان ويسوق لها يان أيها ويحددنا يان يا عدو يا عدو هين معناها مريكا كدت كم ده ده هاي وحليهين بهالكاس عقلي جماعة ملكها أي سبب أه لما شلون بدنا نعري سبب أه ليهين مرق غير كسيلين ده إسكس فراي أو شعب هو عادي قصة عضا أي دخل يسبهاشن أي قاعد أنت كوري دبعن لا يعني هاي يان مرق يسليهين مرق وح الله وحي دبعن أي أبود هاي إنه ليه سعفي جاسي أما قرا جاسي إسرائيلي جا فيديو هران قصة فهي أي استعمال شيء sidaas ay tahay masuuliyiin soo taagantahay bal wuxuu leeyahay sidaas ay tahay weerarkii ka dhacay ugu dambeeyay Gaza Khan Yunis ka dhacay ee Israa'iil ku kalifay inay gootadaasi ama ay ka soo dabaxaan Khan Yunis wuxuu ahaa arin la yaabay sababtoo ah uu leeyahay lama filayn wili abooda noocan oo kale inay jirto almuhim qaybtan halkaasan aga tagayna waxaan u gudbeynaa arin hadda aan ka tagay in yar oo ah maxkamadda maxay Nicaragua u geysay Jarmalka oo aynan u geyn Mareykanka dabcan Mareykanka waxaan u geyn Mareykanka ma baa aqoonsan maxkamadan iyo hooleheeda iyo saxiixyaashi ka mid ah laakiin Jarmalka way ka mid tahay sida darteena Nicaragua waxay leedahay ujeedada aan Jarmalka u daba socono Israa'iil la jilsaday ila jilsadeen kaliya ma ahayn waxaan doonaynaa maadaama ay ka mid yihiin saxiixyaasha aan ku hayno inay ka mid noqdeen xusuuqan shacabka Falastiin lagu hayo inay u hoggaansamaan qodobada maxkamadda ka soo bixi doonta sida darteed waxaan ka tagay ahayd Mareykanka dabcan ma waa saxiixinba dabcan marka taawata haddana imaad arinta Mareykanka ee sheegaysa in xamar gaar ahaan airportka aadan cadde iyo goobo kala duwan inay dhibaatooyin ka dhici doonaan maalinta talaadada iyo 24 naftirkeeda ciidda ah arintan ma ahan hadda markii ugu horeysay oo Mareykanka aan ka maqalno dhibaato dhacaysa kadibna buf waxay dhacaan
halkan meel ama xamar ama Soomaali ma ahan waxa uu inta wax dhaho ay dhacaan caalamka inta badan way dhacda dawladda Ruushka haato Mareykanka haato Ingiriiska haato Faransa yaani dawladahan adiga gacmahooda ila dheer yihiin ay sir doonka iyo adiga hatta Imaaraadka marka qaar isu sameysa dawladda heer waxa ka dhacsantay dhahay ka dhacda macnaha waxa marka dadka qaar kiisa arinta ku fasirayaan ma ahan akhbaar ay soo ogaadeen wa hol iyo boorso iyo bac ayaga meel ay dhigeen oo ay og yihiin hadalkayga ma aha waa hadal dadka qaarkiis ay ku fasirayaan sida ahaato umadeena Soomaalida waxaan leeyahay waxa ka feejignaataan asal ahaanba maadaama ay sida hadda xaaladan ay jirto yani dawladda akhbaar ila hadirtan hadda aan hadlayo akhbaar laga ma hayo almuhim inaad ka feejignaataan meel hal isugu imaado ujeedada waa intaas buu in dadka la argagax galiyo ay isku wareeraan oo kada tan ha ahaato amiinan ahaanin soo awalba intay dad hotel iska fadhiya oo nabad qaba oo haddeertan soo afuray inta loo yimaado la qarxiyo kadibna la toogtoogan jiray tii una ka mid tahay laga yaabaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadana noo badbaadiyo aamiin dhahay Ilaahay waxaan ku jinnaa habeenadii ugu dambeeyay bal habeenkii ugu dambeeyaan ku jinnaa Ramadaanka Ilaahay ya rabbal aalamiin Ilaahay madaxdeena waafajiina ummadan dantooda ay ka shaqeeyaan Ilaahay wadaaga naga qaba ee gudaha ay dibada ya rabbal aalamiin Ilaahay kaliyaadan ku weydiisanayna Ilaahay ummada Soomaaliyeed ee dhiban oo fakhriga ee gaajada ee qaxa ee qaraxa halakeeyay إلهي ودبت أنت وين غبضتي إلهي وحنكو يدسننا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى إن إلهي ودباتنا نرد الخادو نونا حريصته نغنقت إلهي كو أدونك نمع إبرواقي النبض كنا الوضع يا أرحم الراحمين إنت حنوصا إلهي سبحانه وتعالى عافيو إنت نغنمت إلهي سبحانه وتعالى هؤنا حريصته قال أهان ولا لها عطسنا دعوينك كالدوان وحن لي هي آمين لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودعاء كاملة أو كوبيس وحولبة إله خير الدنيا والآخرة نسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دو تيسير القرآن أونلاين قاب أونلاين وحكو برينا ميل والبود جوكتو قفير إيقوف وينبا وقت كوبنا كو برينا قرآن كي تجويد كيسا قواعد أخرسك عربيقة يقرال كيسا با يتربيد إسلاميقة سيد الدعيين كي أساسيات كفيقيقة وحكو هينا معلمين خبرات أولى بريد علوم تاسي عرفو غنا سحايا هاي لقد إنجلش كان إياقانا ضد باهم تاهي إيقل السحر لنا برا شاشة دكاق موقع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورالي ما شاء الله شركة منارة وشركة قريحة الاستنيروي بعيدنا أدو هوسيو ديسكونت بدن بحسو وحانو تلقل قريحة لسين إن إذا تقول الله كيف إيديستان قريحة لسين وقريحة بيمنت بلان وفق بغولك وصدن وبحنا العاتي كان أفرسن وكبحنا قريحة أغب كيوردن لورد ميستر مساجد كمداريس تيجيمون كيسوين بوري سوبر ماركت كافتيريا أو له بيسمنتي أدو سريو waxaan lacagta lagu bixinay muddo 4 sano wax interest ma leh boqolkiiba 100 ayaa bixinaysa lacagta kana 4 sano ayaa ku bixinaysa fursadaha jira qaaliga aan bixino oo golden days-ka iyo ramadaanka waad ka faa'iideysan kartaan guriga hore wax ba ka bana guriga casriga waa jira soo socda asagana wax ka banaayeen intaba hadaad u baahantahay inaad guri iibsatid Nairobi shirkadda kaliya aad kala xariirisid waa shirkadda Minara Homes aad iyo aad ayaad u mahadsantahay shirkadda Minara Homes دارتي قروح لا اندها ديقدو قلبiga ka dagtay guriyaha dabaqyada dushaad ka arkinay bal hoos u dego si yara daawo bal dacal kaan iyo ila dacal kale guriyaha dadan iyo intii dabaqba daraan darindhaha mardaymoodo naqshada dahabka waxa dajisay dhistay oo ku diyaarisay shirkada guriyaha ee Minara Homes Minara Homes waxay Nairobi idin ka diyaarisay qaybaha kala duwan ee guriyaha kuwa ugu wanaagsan waxana ay hadda mashruuc ka wadaa xaafadaha kala ah Westland Backland Kirilashwa Sikomo iyo South Sea laba qol iyo fadhi صدح قول يا فدي أفر قول يا فدي إيشان قول يا فدي سيدو كلانا شركة دوحي هايسا قرية دبقية أو غاقابان أو دوبلكس أما فيلوينة كلا حرير تلفون لك هاقا موغضا شاشة دبراها برشدة معادك مركز أبو هريرة قرآن أونلاين أكاديمي وحاي أبادكا قو كهيريان وعبرش ديني أه الله بو وحاو مركز كل الديار يهي برشاد قرآن كريمك هنقاد إيا قرآن كيسابة برشاد عقيدة إسلامك سيدوكال برشاد أذكارتا يدعوينك برشاد أحاديثة إيا سيرة نبيجين محمد صلى الله عليه وسلم وحاو أحكاديك مركزك بريال أقون إيا حرفات سرأوله وحبرستا أبادكا معادك وحاو كويا اللام بقالة هرقيسة وحيفا فاني تاسدارنا كالحرير إيوا ندى شاشة دكاقة مغضى ودور عروت هذا معلن أقون له يا صاحبك أوبتك